السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نهضر اليوم على واحد الموضوع ديال الستريس، نتف الريش لدى الببغاوات. باش كيجيو هاد المشاكل اللي كيخليو هاد الطائر يولي مستريسي؟ حنا شي مرات من كنشوفو الطير كيحيد الريش ديالو كنقولو ستريس، ولكن ستريس فيه بزاف ديال الحوايج اللي كيخليو هاد الطير يولي مستريسي. شنو هما هاد الحوايج؟ غادي نهضروا على بعض النقاط اللي هما مهمين اللي يقدر بنادم يتجنبهم، وان شاء الله نختصروا فيهم حيت الا جينا نهضروا يعني من الاول حتى الاخر خصنا بزاف ديال الوقت. المشكل الاول هما الامراض المعديه. هاد الامراض المعديه اللي هما السيركوفيروس واسبيرخيلوسيس. السيركوفيروس هو مرض المنقار والريش. هاد المرض يعني باش غادي تعرف بالله في هاد المرض راه ما يمكنش تعرفوه هكاك واه، خص ضروري طبيب بيطري يكون مختص في لي زوازو، يكون مختص في الطيور، هو اللي كيدير له واحد الغاز هنا وكينعس داك الطير وكيدير له واحد الثقبه صغيره هنا وكيدخل واحد الاندوسكوبي اللي فيها القدام فيها واحد الكاميرا، وداك الكاميرا كتشوف الجسم ديال داك الطائر واش فيه هذا المرض ديال المنقار والريش اللي هو السيركوفيروس، واش فيه داك المشكل ديال الاسبيرخيلوسيس اللي هو واحد المرض معدي اللي كيكون في هاد الطيور، وفي نفس الوقت كيشوف الجسم ديال الطائر واش الكبده ديالو مريضه، واش الرئتين ديالو مراضين، واش ذكر ولا انثى. مهم بزاف باش يعرف بنادم من كيدير هاد الاندوسكوبي كيعرف كلشي، كيعرف كلشي. علاش؟ حيت شي مرات كيلقى الجهاز التناسلي ديال الطير كتلقاه فيه واحد الكيس، هذاك الكيس الا ما تحيدش هذاك الطير ما غاديش ينتج، عمر ما غادي ينتج. حنا كنقولوا الذكر ما لقحش الانثى، لا، ولا شي مرات داك المرض كيكون في الانثى بزاف ما كيكونش في الذكر، الاغلبيه كيكون في الانثى، كيكون عندها واحد الكيس في المهبل ديالها، الا ما تحيدش داك الكيس ما غاديش تبرى وغادي تبقى تنتج البيض خاوي. ضروري خص داك التشخيص، حنا ما راش عندنا هنا للاسف، حيت خص يكون طبيب ديال لي بيروكي، يعني يكون طبيب ديال لي زوازو بصفه عامه. هذا هما المرض الاول اللي كيقيس هاد الطيور. والثاني حاجه اللي هي الحساسيه، الحساسيه ديال الطيور باش كتجي، باش كتجي باش كيبداو ينتفوا الريش، كتجي بنادم كيكمي الدخان، شي واحد كيربي الطيور كيكمي حداهم، يدو ما كيغسلهمش، داك الريحه ديال الدخان اللي كتكون عنده هما اللي كيخليو هاد الطيور كينتفوا الريش. ولا العطور، كدير العطور حدا داك الطيور، ولا كتحطو في الكوزينه، وهذا بزاف ديال الناس كيحطوا الطائر في الكوزينه كيقول لك حيت البرد برا راه نديرو في الكوزينه حيت الكوزينه سخونيه، وهذاك هذاك هو اكبر خطا. عمر الطير ديرو في الكوزينه وعمر الطير ديرو فين كتنعس انت، هادو جوج حوايج اللي عمرهم خصهم يكونوا. واش انت عندك بيروكي دايرو فين كتنعس؟ انت راه كتنعس كتستنشق كتخرج الهواء وهو حداك تما فيه الريش، يمكن يكون مريض حتى انت غادي تمرض، هذا مشكل كبير. خص بيروكي من ديرو في واحد البلاصه اللي تكون فيها التهويه، ما ديروش في الكوزينه. كوزينه شنو فيها؟ فيها كنطيبو، من كنطيبو كيوقع داك البخار، عندنا تما داك الغاز اللي كندوشو به كينتج الغاز، هاد الطير عاجلا ام اجلا غادي يموت الا بقى تما. واولا بعدا كيمرض حيت كيستنشق داك الهواء ديال الماء اللي كان داك الماكله اللي حنا كنوجدو، ولا داك الغاز اللي من كندوشو كيخرج واحد الشويه ضروري كيوقع داك التسرب داك الريحه والبوطه، وكاين واحد الحاجه اللي كثر هي المقله. المقله من كنديروا فيها الزيت كتنتج واحد الريحه اللي مجهده على الطير. شتي حنا من كندخلوا الكوزينه كنشموا واحد الريحه صعيبه، الطير ضربوا في 200 مره، حيت انت كتوزن 70 80 90 كيلو 100 كيلو، الطير كيوزن 400 غرام. تخيل نتايا من دخلتي للكوزينه كتشم واحد الريحه اللي صعيبه، فما بالك بواحد الطير اللي كيوزن 400 300 200 غرام. الطير ما خصوش لا كوزينه لا البيت فين كتنعس انت، خصك ديرو في واحد البلاصه اللي يكون فيها التهويه، يكون كيدخل واحد الهواء النقي وما يكونش فيها كوروندير. هادو هما المشاكل اللي كيخليو هاد الطير ولا الاحتراق. حتى الاحتراق واحد المشكل، ملي كيبدا تحترق شي حاجه واحد الريحه كتعطيها كتخلي هاد الطير يولي مستريسي، حيت كيأثر له على الجلد ديالو، حيت هاد الطير ما كيستنشقش واحد الهواء اللي نقي اللي يخلي هاد الطير يعيش واحد الحياه مزيانه. هادو هما المشاكل.
كاين واحد المشكل اخر اللي هضرت عليه في الاول، انا عاود دابا، هو الامراض ديال الغدد التناسليه اللي هاد الكيس اللي قلت. انا واحد النهار شريت واحد الانثى ديال الاراراونا، وهذيك الانثى كانت مريضه بهذا المرض، كانت عند واحد السيد كانت كتولد له البيض خاوي. يعني هو شنو كيقول؟ كيقول لك بالله راه هاد الذكر ما كيلقاش الانثى. انا من جبت الانثى عندي درت لها واحد الذكر ونفس المشكل، كتولد جوج ثلاثه البيضات، جوج ثلاثه البيضات، كلشي خاوي، عمر كان شي حاجه عامره. بعدها لواحد السيد اللي حتى هو كان كيعرف هذا المشكل، هو اصلا اللي كانت ديالو وكان عارفه يمكن غيداويها، نفس المشكل، بيض خاوي، البيض خاوي، البيض خاوي. هذه خصها تدخل جراحي، الا ما كانش تدخل جراحي غادي تبقى تولد هكاك البيض خاوي. يعني حنا من كنهزو طيور ضروري كنلقاو هاد المشاكل. شوف بشحال المشاكل اللي كتلقاهم في الطريق ديالك باش غادي توصل لواحد المرحله ديال الانتاج. بزاف ديال الحوايج صعب. كاين تسمم، تسمم باش كيجي كيجيب واحد لي بلونت، النباتات اللي كيكونوا لداخل كيكونوا توكسيك، كيكونوا مسمومين، ماشي بحال هذوك النباتات ديال برا اللي كيكونوا مثلا حتى في الاشجار ديال الخضار ولا الفواكه. الاشجار ديال الفواكه الا كلاهم الطير ما كاينش مشكل، ولا الاوراق ديال الاشجار، ولا الخضار اللي فيهم الاوراق ما كاينش مشكل الا كلا داكشي. ولكن الا كلا لي بلونت اللي كيكونوا لداخل، خاصه ملي كيكونوا حدا القفص، الا كلاهم يقدر يديروا له تسمم ويقدر يموت هذا الطير. ولا مثلا من كيكون عطيتي له شي ماكله وبقات تما، مثلا درتي له الخضار وبقات تما بزاف هذيك الخضار قداك النهار وبدا كيدير شي ريحه، خاصه في فصل الصيف، ويمكن يقدر يرجع ياكلو ولا يبغي يلعب به ويدوز شي حاجه هنايا، كيدير له تسمم. ولا مين كيهز الماكله كيديرها في الماء، ولا مين كيدير الزق ديالو في الماء ومن بعد كيجي العطش وكيمشي يشرب. هادو هما الاسباب اللي كيخليو بنادم خصو ضروري يمشي عند الطيور ديالو ما بين جوج ثلاثه المرات في النهار باش يراقب. شتي كلشي هاد التربيه ديال الطيور بصفه عامه، اول حاجه اللي خصها تكون هي الملاحظه. شتي الا ما كاينش الملاحظه ما غاديش تقدر تربي هاد الطيور، حيت غادي يجيوك مشاكل. منهم مشكل ديال الطير، غادي يتعلق لك مرجلو، غادي يبقى معلق، نتايا ما غاديش تجي حتى الغدا. غادي الطير ما يستناكش حتى الغدا، غتجي نتايا وغادي تصوفيه باش هو يعيش، غادي تلقاه ميت. يعني الطير من غادي يتعلق في الباك ديالو، ولا يتعلق من عنقه، ولا بزاف د الحوايج اللي غادي يخليوه الطير يتعلق في الكاج، ولا في العش لداخل، ولا يعني الا جيتي نتا وما نقتيش غادي يموت لك هاد الطير، وغادي تكون واحد الخساره صعيبه. والخامس حاجه هي الطفيليات. الطفيليات هما هادوك لي كراد، داك الكراد ولا شنو كنقول لهم حنايا، المهم الكراد هما كيكونوا في الجسم، سواء ديال برا اللي كيجيو، الا كنتي دايرو في شي بلاصه اللي فيها شويه ديال الطبيعه، شي مره كيجيو من الرمله، من التراب، شي مره كيجيو من الشجر، شي مره كيجيو من القطط ومن الكلاب اللي كيربيو الناس. القطط والكلاب يكونوا فيهم هاد لي بارازيت. هاد لي بارازيت الا انتقلوا عن الطير صعيب الحال، يقدر يموت. يعني خص ضروري تجنب هاد الشيء. وكاينين دي بارازيت اللي كيكونوا لداخل الجسم، هادو عاود خصهم شي طبيب اللي يكون عنده الراديو. ملي كنديروا الراديو للجسم ديال الطائر كنعرفوا الطائر واش فيه لي بارازيت ديال الداخل ولا ما فيهش. وواحد الحاجه اخرى اللي هو النقص الغذائي. ديما كنحاول نبازي على هذا النقص الغذائي. علاش؟ شي مرات كنقول الطائر خصو ياكل واحد الماكله اللي تكون متوازنه. هادو هما المشاكل اللي كيخليو الطير يولي مستريسي، يقدر يمرض، يقدر يموت، ما ينتجلكش. الماكله خصها تكون متوازنه، تكون فيها بزاف ديال الانواع اللي يكونوا كيعطيو له لي فيتامين. ما يكونش كتعطيه واحد الماكله اللي كتكون ما فيها لا لي فيتامين لا لي بيتا كاروتين لا حتى شي حاجه. ضروري خص التنوع الغذائي يكون فيه بزاف ديال الحوايج. ديما الطير يكون كيستنى تعطيه واحد الحاجه جديده. وكاين واحد المشكل اخر اللي هو ما الامراض الجهازيه. الامراض الجهازيه فحال الامراض ديال الكلى، فحال الطير ملي كيكون كياكل الزريعه شنو كيوقع له؟ كيمرض بالكبد، حيت داك الانتفاخ ديال الطير وكيكون قفص صغير كينتفخ له البطن ديالو، كيمرض بالكبد. فحال واحد الشخص اللي كيكون غليظ فيه داك السمنه الزائده، ما كينعسش مزيان، كيشخر، ما كيقدرش يدير الرياضه، كيعجبو ياكل السكريات، ما كياكلش داك الماكله اللي غادي يدير بها داك الحميه. هادو هما المشاكل اللي كيخليو هاد الامراض الجهازيه تقيس هاد الطيور.
وواحد السبب الاخر اللي هو الاخير اللي هما المشاكل ديال السلوك، مشاكل السلوك اللي كيكونوا عند هاد لي بيروكي هما صعاب كاع. الطير اولا كيكون متوالف مع مولاه وانت كتغيب عليه وكتخليه في واحد البلاصه بوحده، وهذاك الطائر عنده قفص صغير وما عندوش شي حاجه لداخل باش يلعب فيها، وخليه تما وكتجي كتشوفه غير مره في النهار. هو شنو كيدير؟ كيبدا يحيد الريش، كيتستريسا، كيقنط. يعني انت يومي غتمشي عنده غتلقاه، هو علاش كيحيد الريش؟ باش يجذب الانظار ديالك نتايا باش تمشي عنده. خص انت من تشوف الطير كيحيد الريش خص تخرج من البيت، ما تبقاش جالس تما، حيت هو من كيلقاك تما حداه كيبدا يزيد عاد يحيد الريش. يعني هنايا الطائر شنو خصنا نديرو له؟ خصنا نديرو له اولا قفص كبير، وخصنا نعطيوه شويه ديال لي جوي ناتورال اللي خص يلعب فيهم هاد الطير، وخصنا نبقاو نشوفوه جوج ثلاثه د المرات في النهار. الا بنادم كيربي واحد الطائر بغى طائر مربي خص تعطيه انت داكشي اللي بغى. هذا راه بيروكي بحال واحد الشخص، بحال واحد الدري صغير عنده 3 سنين وكيفهم، بحال واحد الدري اللي عنده 5 سنين. انت دري عنده 3 سنين غتخليه في الدار بوحدو، ما تلعب معاه، ما تخرجو، ما تشري له شي حاجه، وراه هكاك الطائر. الطائره راه ما داش ديرو في واحد القفص وتخليه في واحد القند، ونهار ما تكونش تخرجو وسط الدار وغادي يبقى يهضر وداكشي، باش غادي يهضر؟ راه خصك توفر له واحد لومبيونس ناتورال باش هاد الطير غادي يعيش واحد الحياه اللي هي مزيانه، واحد الحياه اللي هي صحيه. راه السلوك الذهني هو كلشي، هادو هما المشاكل اللي كيخليو هاد الطائر يمرض بهاد نتف الريش اللي هضرت عليهم هادو كاملين. شي مرات الطير من الخوف، شي مرات الطير كتخليه بوحدو، شي مرات كدير له قفص صغير، شي مرات كتعطيه لاليمونطاسيون ماشي متوازنه، وشي مرات من كيغوت الطير كتمشي كتضرب القفص، ولا كتضرب داك الطائر، ولا عندك واحد الكلب في الدار اللي كيخلعو، ولا واحد القط. يعني اي حاجه كانت خطيره لهاد الطير اللي كتخليه ديما كيهز واحد الاحتياط كيسببوا له واحد الخوف، وداك الخوف كيسبب له نتف الريش. وهادو وكاين واحد الحاجه المهمه، كاع لي بيروكي اللي كاينين 80% ديال لي بيروكي اللي كاينين كيجيو من واحد البلاصه اللي فيها ميديتي، من غير الانواع الاستراليه اللي كيكونوا بحال مثلا لي بيريش ولي كالوبسيت وإكليكتوس، كيجيو من واحد المنطقه صحراويه في الاسترالي. وهادوك ماشي مشكل الا ما دوشنا لهمش مثلا كل اسبوع، ولكن لي بيروكي اخرين بحال لي غريدو غابون واليويو دو سينيغال والليزارا والامازونيات، هادو ضروري خصهم دوش لهم باش هاد الطير يكون الجلد ديالو ما يمرضش، ما يديرش هاد ستريس. خص الجلد ديالو ما يكونش فيه التهابات باش ما يبقاش يحك. الطير خص يبقى دوش له باش كيبقى الريش ديالو مزيان، وهو ما كيكون ديما نقي. علاش الدوش مهم بزاف؟ وعلاش كاين الدوش الشمسي عاود مهم بزاف؟ ضروري خصك تخرجو للشمس، ومي كتكون داك الشمس ديال الصباح، ماشي الشمس ديال نص النهار ولا ديال العشيه، الشمس ديال الصباح ديال 9 الصباح ل 10 ونص مزيانه، غير ساعه نص ساعه 30 دقيقه ديرو في داك الشمس ديال الصباح، ما كتكونش مجهده، كتعطيه واحد كتعطيه فيتامين دي وكتعطيه واحد اللمعان ديال الريش. والطير مي كدوش له جوج المرات في الاسبوع كيبان عليه داك الشيء. اما الا ما عطيتيهش هذا الشيء اللي هضرت عليه قبل، راه ضروري غادي يوقع له هذا الستريس، والطير كيمرض وما كيكونش في الجماليه ديالو، وكيعيش واحد الحياه اللي فيها معاناه. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى ضغط على زر لايك ومشاركه هذا الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.